نشرة لآخر وأهم الأخبار، أهلا بكم. والبداية بالعناوين. مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق: إصابة مدنيين اثنين جراء انفجار دراجة نارية مفخخة في منطقة السيدة زينب. لليوم الثالث على التوالي عملية تسوية مستمرة في القنيطرة، 469 شابا سووا أوضاعهم في اليوم الثاني. أزمة المياه في الحسكة متواصلة، أكثر من مليون مواطن بلا مياه منذ 4 أشهر بسبب المحتلين الأمريكي والتركي. أهلا بكم. أفاد مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق بإصابة مدنيين اثنين جراء انفجار دراجة نارية مفخخة في منطقة السيدة زينب. وكانت أنباء سابقة قد أفادت بأنه سمع دوي انفجار في محيط العاصمة دمشق من جهة جنوب، وأن دراجة نارية كانت مركونة جانب حافلة فارغة قرب فندق الروضة عند مدخل مدينة السيدة زينب قد انفجرت، وأن الأضرار عموما اقتصرت على الماديات. ومع أن المصادر الرسمية لم تعلن المزيد من التفاصيل، لأن وكالات أنباء عديدة رجحت أن انفجار الدراجة النارية ناجم عن عمل إرهابي. أكدت منظمة الأمم المتحدة أن ميليشيا قسد تصدرت عمليات خطف وتجنيد الأطفال واستخدامهم في الحرب والقتال في سوريا، حيث بلغت حالات هذا الاستخدام أكثر من 650 حالة عام 2022. تلاها الميليشيات المسلحة الموالية للاحتلال التركي بأكثر من 600 حالة، في حين حل تنظيم جبهة النصرة في المرتبة الثالثة من حيث حالات استخدام هؤلاء الأطفال وبلغت أكثر من 380 حالة. جاء ذلك في التقرير السنوي للأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش الذي قدمه إلى مجلس الأمن الدولي حول الأطفال والنزاع المسلح عن عام 2022. تتواصل عملية التسوية في محافظة القنيطرة لليوم الثالث على التوالي وسط إقبال لافت من أبناء المحافظة، حيث انضم المئات ممن تخلفوا عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية مفرين من الخدمة العسكرية والشرطية وكل من لديه مشكلة أمنية أو عسكرية إلى عملية التسوية، وذلك في قاعة 7 من نيسان بمديرية الثقافة بمدينة البعث. نشكر سيادة الرئيس على هاي المكرمة أنه إجينا وسوينا وضعنا، وكانت المعاملة كتير كويسة وطيبة، وأنا أدعو كل زملائي بمحافظة القنيطرة أنه يجوا ويسووا وضعهم، لأنه الواحد صار يقدر يتحرك بكل حرية، وإذا عنده كتير شغلات بيخلصها. اليوم جايين نعمل احنا تسوية أنه نرجع لحياتنا الطبيعية، وندعو أخواننا أنه كلياتها تجي تعمل تسوية داخل القنيطرة. أنا بشكر سيادة الرئيس على هذا المرسوم اللي نزل، عشان يعني انه بنسان الوضع اللي احنا فيه هلا، واحنا بهمنا ان احنا الوطن وحمايه الوطن. يعني الحمد لله عرفنا نرجع لحياتنا الطبيعيه، صرنا نعرف نطلع مع اولادنا بعد ما كنا مقيدين بكل شيء، فالحمد لله. واللي عم يشوف هالشيء هذا يجي يعمل التسويه ويتيسر ويعيش حياته الطبيعيه. نشكر سياده الرئيس على هالتسويه اللي اعطانا اياها، من اول جديد نرجع نخدم نظامي مثل ما اعطانا التسويه، خلال 6 أشهر نكون نسلم حالنا ونرجع على الجيش. قضى الجيش العربي السوري في الساعات الماضية على العديد من الإرهابيين خلال رده على خروقاتهم لوقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد شمالي غرب البلاد. في الوقت نفسه كبد بقايا فلول مسلحي داعش الإرهابية خسائر فادحة بالأرواح والعتاد في البادية الشرقية. وبين مصدر ميداني غير رسمي أن وحدات الجيش العاملة بريف حماة دكت بالمدفعية الثقيلة مواقع للإرهابيين في محاور المشاريع المائية بسهل الغاب الشمالي الغربية، في حين استهدفت الوحدات العسكرية العاملة بريف إدلب بالصواريخ والمدفعية نقاط تمركز الإرهابيين في الإفطيرة وكفر عويد وسفوهن وكان صفرة والبارة ومعرب الليت وسان
بجبل وسام بجبل الزاوية بريف إدلب الجنوبية. وأوضح المصدر أن استهداف الجيش المدفعي والصاروخي للإرهابيين جاء ردا على خرق تنظيم النصرة الإرهابي وحلفائه لاتفاق وقف إطلاق النار بمنطقة خفض التصعيدة واعتداء مجموعات مسلحة مما تسمى غرفة عمليات الفتح المبينة التي يقودها النصرة بقذائف صاروخية على نقاط عسكرية في محاور سهل الغابة وريف إدلب الجنوبية. أما في البادية الشرقية تواصلت عمليات التمشيط من خلايا تنظيم داعش، وبيّن المصدر أن وحدات من الجيش تمشط قطاعات بادية حمص ودير الزور الغربية والرقة الشرقية. وأوضح المصدر أن اشتباكات ضارية تتخلل عمليات التمشيط يتكبد عناصر فيها أو عناصر داعش فيها الخسائر بالأفراد والعتاد. سمع دوي انفجارة متتالية بريف الرق الغربية، تبين أنها ناجمة عن تدريبات عسكرية تجريها ميليشيا قسد في معسكر في مدينة الطبقة بريف الرق الغربية مستخدمة الذخائر الحية. من جهة ثانية وحسب مصادر أهلية، أصيبت سيدة من مهجري مدينة عفرين المحتلة بريف حلب الشمالية جراء استهداف الاحتلال التركي وفصائله بالمدفعية الثقيلة وقذائف الهون قرية أبين التابعة لناحية الشيرة وبريف عفرين والتي تنتشر فيها ميليشيا قسد. وحسب ما ورد فإن اشتباكات وقعت بين مسلحي فصائل أنقرة وبين ميليشيا قسد لدى محاولة عناصر مما يسمى الجيش الوطني الموالي للاحتلال التركي على محور سكيرو بريف الرق الشمالية التسلل عند خطوط التماس بالقرب من الطريق الدولية M4. في المنطقة الشرقية أيضا تتجه منطقة شرقي الفرات لتكون ساحة لاستعراض موازين القوى، حيث يحشد الاحتلال الأمريكي وسط تصعيد مستمر لن يصل لمستوى المواجهة الشاملة لكونها في غير مصلحته. حسب ما أوردت صحيفة الوطن المحلية فإن الحركة المحمومة التي تقودها قوات الاحتلال الأمريكي في المنطقة لتجنيد أبناء القبائل في معركة والتي قد تغدو أمرا واقعيا لمواجهة الجيش العربي السوري والقوات الرديفة والحلفاء مصيرها الفشل، لأنها لن تنجح سوى باستقطاب الميليشيا المتحالفة مع الاحتلال ومع ربيبته قسد. الصحيفة ذكرت أنه على الرغم من عزف الاحتلال الأمريكي على وتر ضيق ذات يد أبناء القبائل العربية جراء شظف العيش استمالتهم إلى صفها، إلا أن أغلبيتهم يرفضون التعاون مع أي محتل أو الامتثال لأوامره بغض النظر عن مآلات تطور الصراع الذي لا بد سينتهي في نهاية المطاف لمصلحة الدولة السورية الشرعية. تستمر أزمة نقص المياه في مدينة الحسكة شمالي شرقي سوريا دون حلول واضحة وسط اعتماد الأهالي على طرق بديلة غير صحية ومكلفة تحمل مخاوف الإصابة بالأمراض. ومضت أشهر طويلة على أزمة المياه سواء صالحة للشرب أو للاستخدامات اليومية بسبب الاحتلالين التركي والأمريكي وسط مناشدات محلية لإيجاد حلول سريعة لإنهاء الأزمة التي تتضاعف مع ارتفاع درجات الحرارة. جهود متواصلة تبذلها الجهات الحكومية لأجل تنشيط الوساطة الخاصة بملف محطة علوك عبر الجانب الروسي والمنظمات الدولية بهدف تشغيلها مجددا دون تسجيل أي مستجد حتى الآن. الجهود تعمل على تشغيل المحطة مع إدخال العمال الحكوميين إليها بهدف ضمان عملها بالصورة المطلوبة. طبعا في أزمة حاليا بمدينة الحسكة، حاليا الانقطاع الأخير أكثر من شهر ما اشتغلت محطة علوك وما زال أهالي الحسكة يعانون بقمة أشهر التحريق ودرجة الحرارة المرتفعة جدا والحاجة الماسة لمياه الشرب والمياه للاستخدامات المنزلية. طبعا في محاولات لتشغيل محطة علوك التي لا بديل لها، في محاولات عن طريق الأصدقاء وعن طريق المنظمات، منظمة اليونيسيف التي تدخلت سابقا وتم تشغيل المحطة سابقا لكن حاليا توقفت. ومع استمرار الأزمة تتواصل الجهود لتوفير حلول إسعافية عبر محطات التحلية وتعبئة الخزانات في شوارع وأحياء المدينة لتخفيف الأزمة عن الأهالي. نلجأ حاليا إلى المياه المنتجة من محطات التحلية، كمياتها محدودة تصل لحدود 2000 متر مكعب باليوم، والمياه التي تنقل بالصهاريج إلى الخزانات المقبلة للمنظمات أيضا ما يقابل حوالي 3000 متر مكعب بشكل يومي، لكن
الحاجة هي أكبر بكثير، الحاجة هي حدود 100,000 متر مكعب بشكل يومي. أزمة مياه خانقة تعيشها الحسكة دون الاستسلام للواقع من خلال مواصلة الجهود الحكومية لتأمين البدائل أو تجديد الوساطة لتشغيل المحطة من جديد. أيهم مرعي، لقناة سماء، مدينة الحسكة. في نيويورك أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بسام صباغ أن الارتقاء بالوضع الإنساني في سوريا يتطلب توفير حلول مستدامة لدعم شعبها بما يقلل الاعتماد على المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة وتوفير ظروف عودة اللاجئين والمهجرين والرفع الفوري غير المشروط للإجراءات الاقتصادية القسرية الغربية غير الشرعية عنها. كلام صباغ جاء خلال جلسة لمجلس الأمن حول الشأنين السياسي والإنسانية في سوريا. إنما يبعث على القلق الشديد هو استمرار معاناة أهلنا في مدينة الحسكة وكل التجمعات السكانية الممتدة على طول خط المياه الواصل من محطة علوك، وذلك جراء قطع مياه الشرب الذي تقوم به قوات الاحتلال والتنظيمات الإرهابية والميليشيات الانفصالية ورعاتهما، والذي يحرم ما يزيد عن 1,000,000 سوري في تلك المنطقة من المياه النظيفة، والذي يمثل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وتهديدا خطيرا للصحة العامة، لا سيما في ظل الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة. إن سوريا تطالب الأمم المتحدة ومنظماتها بالتحرك الفوري لضمان استئناف ضخ المياه من المحطة المذكورة بالسرعة الكلية وتمكين الفرق الفنية من الوصول إليها للإشراف على عملها وتشغيلها بشكل مستدام. إن من المستهجن أن تتجاهل بعض الوفود هذه الوقائع وأن تعمد إلى تسييس هذا النقاش والإساءة إلى جهود الحكومة السورية بدلا من التحرك العاجل للتعامل مع هذه المسائل الإنسانية الملحة. من جهته أكد السفير والمندوب الدائم لإيران لدى منظمة الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني أن استمرار العقوبات أحادية الجانب ضد سوريا تمثل عقبة رئيسة أمام تحسين الأوضاع الإنسانية والاقتصادية فيها، وأن تفاقم هذه الأوضاع يتطلب مساعدات فورية ومحايدة. وشدد المندوب الإيراني في كلمة خلال جلسة لمجلس الأمن حول الشأنين السياسي والإنساني في سوريا على ضرورة أن تركز المساعدات الإنسانية إلى سوريا على إعادة بناء البنية التحتية ومبادرات إعادة الأعمار وتحسين الاقتصاد السوري، ما يخلق بيئة مواتية لعودة اللاجئين والمهجرين إلى ديارهم. ونوه إيرواني بمنح الحكومة السورية الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة إذنا باستخدام معبر باب الهوى لإيصال المساعدات الإنسانية إلى تلك المنطقة لمدة 6 أشهر اعتبارا من 13 تموز الجاري، مشددا على أن احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية خلال هذه العملية مهم للغاية. بمشاركة الجمهورية العربية السورية ممثلة بوزير الزراعة محمد حسن قطنة، انطلقت أعمال قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية في العاصمة الإيطالية روما. جاء ذلك في وقت تتحدى مجموعة من العوامل كالنمو السكاني والتغير المناخي وقدرة النظم الزراعية الغذائية في العالم لتوفير أغذية وحياة أكثر استدامة للجميع. بمشاركة واسعة من أكثر من 2000 شخص من 170 دولة إلى جانب 22 رئيس دولة وحكومة، إضافة إلى أكثر من 100 من وزراء الزراعة حول العالم، افتتح الأمين العام للأمم المتحدة قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية في روما. يجب تخصيص 500 مليار دولار سنوياً على الأقل لمساعدة البلدان النامية على القيام باستثمارات طويلة الأجل لنظم غذائية أفضل. إن أنظمة الغذاء العالمية معطوبة ويدفع مليارات الأشخاص الثمن، وكلما ارتفعت أسعار المواد الغذائية تراجعت أمال الدول النامية. هناك أكثر من 780 مليون شخص يعانون من الجوع في مختلف أنحاء العالم، في حين يهدر نحو ثلث كمية الطعام في العالم أو يتلف.
وزير الزراعة والإصلاح الزراعي السوري محمد حسن قطن التقى على هامش قمة الأمم المتحدة نظيره السعودي عبد الرحمن الفضلي، واتفق الطرفان على أهمية تعزيز التجارة البينية ووصول المنتجات الزراعية السورية إلى الأسواق السعودية، فيما لفت قطن إلى الصعوبات التي تواجه الشاحنات السورية إلى السعودية بسبب عدم تسجيل سوريا على قائمة الدول المصدرة للسعودية في نظام الحجر الصحي النباتي السعودي وضرورة إيجاد حلول لذلك. وفي الوقت الذي دعا فيه وزير الزراعة السوري المملكة العربية السعودية للانضمام إلى الاتفاق الرباعي الموقع بين سوريا ودول الجوار، أكد خلال لقائه مع وزير الزراعة اللبناني عباس الحاج حسن على ضرورة الإسراع في بناء الأجندة التنفيذية للاتفاق الرباعي الموقع في دمشق خلال شهر آذار الفائت، والتوسع به عبر ضم دول عربية جديدة، بما يفضي إلى تحويله من اتفاق رباعي إلى اتفاقية عربية عربية تضم أكبر عدد ممكن من الأشقاء العرب. تميل درجات الحرارة للانخفاض بشكل طفيف في بعض المناطق مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو درجتين إلى 6 درجات مئوية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بامتداد لمرتفع جوي شبه مداري في طبقات الجو العليا، وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون جو صيفيا شديد الحرارة سحوا بشكل عام مع نسبة رطوبة مرتفعة في المناطق الساحلية والغربية والأجزاء الغربية من المنطقة الوسطى سديميا مغبرا في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية. أما رياح غربية إلى جنوبية غربية على المناطق الغربية وشمالية غربية على باقي المناطق مع هبات نشطة أحيانا خاصة على المناطق الشرقية والوسطى وتثير الغبار في تلك المناطق، أما البحر خفيف ارتفاع الموج. أصدرت محافظة حلب الجدول الخامس المتضمن أسماء للمتضررين الذين تهدمت مبانيهم وعقاراتهم السكنية والتجارية نتيجة زلزال في 12 وحدة إدارية بريف المحافظة وعددها 1029 مقسما. يأتي إصدار الجدول الجديد بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2023 وتعليماته التنفيذية المتعلقة بمنح إعفاءات وتسهيلات للمتضررين جراء الزلزال وفقا لمحضر اللجنة المشكلة بقرار وزير الإدارة المحلية والبيئة، وهذا ويحق للمواطنين ممن لم ترد أسماءهم ضمن الجدول المذكور تقديم طلب إلى المحافظة خلال 90 يوما من تاريخ صدور الجدول. استجر فرع المؤسسة السورية للتجارة في دمشق واللاذقية كمية من البطاطا والبندورة والخيار من حقول المزارعين في درعا وبسعر التكلفة. من جهته ذكر مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك يحيى عبد الله أن استجرار الخضار من حقول المزارعين في درعا يأتي ضمن خطط الوزارة للعمل المباشر مع المزارعين، مبينا أن فرع سوريا للتجارة في اللاذقية سيعمل على تخزين محصول البطاطا المستجر من فلاحية بلدة زمرين بريف درعا وفق الخطط الاستراتيجية الموضوعة من أجل التدخل الإيجابية بعد انتهاء الموسم. أرجع يسار صقر مدير البحوث والأحياء المائية في الهيئة العامة للثروة السمكية سبب نفوق الأسماك في مزرعة أقواس 16 تشرين ونقطة مراقبة السد إلى ارتفاع درجة حرارة المياه نتيجة الأحوال الجوية. وأوضح صقر أن الأسماك النافقة تقدر بحوالي 30 كيلوغرام وهي من أنواع الشبوطيات، لافتا إلى أن نفوق تركز بشكل أساسي بالقرب من جسم الشد والسد والشاطئ المجاور له، حيث تم أخذ قراءات لدرجة حرارة المياه وعينات من الأسماك النافقة، وتبين أن درجات الحرارة للمياه المسجلة تراوحت بين 31 و34 درجة مئوية، وهي تعتبر درجة مرتفعة تؤدي إلى تبخر جزء من الأكسجين المنحل في المياه. إلى ذلك دعت الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية مربي الأسماك وأصحاب المزارع السمكية الأسرية الصغيرة لاتباع إرشادات محددة
في ظل ارتفاع درجات الحرارة. تضمنت الإرشادات تخفيف كميات الأعلاف المقدمة للسمك أثناء الطقس الحار وإيقاف عمليات التعليف للأسماك في حال ارتفاع درجة الحرارة الحوض فوق 32 درجة، إضافة لعدم تقديم الأعلاف بعد الساعة 3 ظهرا وزيادة ضخ المياه أثناء فترة الطقس الحار ليلا ونهارا. يصل إجمالي عدد أجار الإجاز في محافظة ريف دمشق إلى 824 ألف شجرة، نحو 590 ألف منها مثمرة، ويقدر الإنتاج هذا الموسم ب 14,550 طنًا. إلى ذلك تعمل المديرية على إعادة تشجير المساحات التي اقتطعت أو حرقت من قبل الإرهابيين في المحافظة بشكل عام. لهذا تم توزيع 1000 غرفة إجاز استخدمت لترقيع حوالي 3 هكتارات من المساحات التي يعاد تشجيرها، حيث تنتج منطقة الزبدان أفضل الأصناف المعدة للتصدير، وتمتد المساحة المزروعة على 990 هكتاراً. أعلنت مديرية الزراعة في محافظة سويداء انتهاء عمليات حصاد المحاصيل العلفية للموسم الحالي ضمن مناطق زراعتها. هذا وتم حصاد كامل المساحات المزروعة بالمحاصيل العلفية للموسم الحالي والبالغة أكثر من 17,000 درهم. هذا وتمت عملية الحصاد لهذه المحاصيل بشكل يدوي وتركزت في منطقتي شهبة وصرخضة والمنطقة الغربية للمحافظة. يشار إلى أن مديرية زراعة سويداء قدرت بشكل أولي إنتاج نحو 676 طنًا من المحاصيل العلفية للموسم الحالي. اختتمت ورشات الحوار شمل لتعزيز العمل التشاركي للمنظمات غير الحكومية فعالياتها في محافظات حمص حلب وطرطوس، والتي أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في عدد من المحافظات. تناولت الورشات التي أقيمت سبل الارتقاء بالعمل الأهلية وتحقيق النهوض المجتمعي خلال ممارسة المنظمات غير الحكومية دورها، واستثمار طاقات وخبرات الشباب، وتعاون والتشبيك ما بين المنظمات غير الحكومية والجهات الرسمية، وإعادة النظر بالأنظمة المالية نتيجة انخفاض تمويل المنظمات الدولية ما أدى إلى نقص بالتمويل. ختام النشرة، شكرا للمتابعة.